مروان. الذين قتلوا في هذه التظاهرات هم أغلبهم من الكرد. من الذي بدأ الشرارة الأولى؟ من اللي بدأ الشرارة الأولى بالمواجهة؟ تسمعني سيد مروان؟ شوفوا الصوت يا أستاذ مروان. الآن أستاذ مروان تسمعني؟ حزب العمال. هو من يقصد الحزب العمال؟ لا يقصد حزب العمال الكردستاني بكك التابع لتركيا، الجناح الإيراني اللي هو بيجك بارحة شاركت في الاقتتال، وهذا مو كلامي، هذا كلام السلطات الأمنية اليوم تقول بالعثور على تم إلقاء القبض على أحد الأشخاص يحمل هوية بيجك الجناح الإيراني. وقبل أيام كانت إيران تطالب الحزب الديمقراطي الكردستاني بإخلاء المنطقة التي تسيطر عليها في أربيل ودوك من هذه العناصر. شنو علاقة الديمقراطي الكردستاني بالإيرانيين؟ أي إعلامي ممكن يطلع على طريق كركوك وأربيل في منطقة في سيطرة شيراوة راح يلاحظ هناك معسكر لبيشك بداخله 3000 عنصر موجودين يا أخي الكريم. زين شنو علاقة لماذا ننكر الحقائق؟ شنو علاقة الديمقراطي الكردستاني بإيران؟ أنا أعرف الاتحاد قريب إلى إيران. أستاذ نجم، لا 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 أستاذ نجم، حتى المواطن يفهم، حزب العمال الكردستاني الجناح التركي عند السليمانية عند الاتحاد الوطني الكردستاني، هم يؤمنوهم ويساعدوهم. والدليل أنا ما أتحدث، أنا أتحدث بدلائل. لماذا تركيا اليوم تضع حظر جوي على مطار سليمانية؟ لأنه في سليمانية هناك سيطرة واضحة لعناصر حزب العمال الكردستاني. أما الحزب الديمقراطي يحتضنون الحزب العمال الكردستاني الجناح الإيراني، يعني أحدهم يحتضن معارضة الدولة الأخرى. لذلك حينما يتدخل إيران وتركيا في شمال العراق نحن يجب أن لا نستغرب. طيب، بسبب وجود هؤلاء والذين يهددون الأمن القومي التركي والإيراني. طيب لماذا نحن لدينا قوات بيشمركة وهم حرس حدود وضمن منظومة الدفاع الوطني، لماذا لا يقومون بواجبهم وإبعاد كل هذه الزمر الإرهابية؟ طيب حتى ما حد من دول الجوار يجي يفرض هيمنته على العراق ويهدد السيادة العراقية. أنا أطرح هذا السؤال على الأستاذ كاوة.